يتوقع خبراء هيئة الإرصاد الجوية أن يسود غدا الثلاثاء طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد. حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء. وهذه درجات الحرارة المتوقعة غدا على بعض مدن ومحافظات الجمهورية، والبداية دائما من القاهرة العظمى 36، الصغرى 24، اسكندرية 30 25، مطروح 30 24، بورسعيد 31 25، الإسماعيلية 37 23 وجوها حار. بالنسبة للسويس 36 24، العريش 33 24، طابة 35 25، شرم الشيخ 39 29، الغردقة 37 27 وجوها أيضا حار. بالنسبة للأقصر 41 27، أسوان 42 27، الوادي الجديد 42 25، شلاتين 38 27، حلايب 35 28 وجوها أيضا حار. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.